استدى فم ويحلى الكلام ويحلى الكلام. Depuis mon arrêt de moi, je suis en live. Facebook, bad. Twitter live, bad. De tout cas, c'est C'est vrai. بون خاطر انت تشوفوا معني وتعرفوا ان شاء الله يطلع بالي معني في بالك انت تقعدوا في فيسبوك اسافوار يطلع هو بيدو بون تعرف انت تو كيما قال بكري قال عنده لا انت مش مثال بهو انا هو جاوني مثال قدامي فهمت لا اعطيني انت اوكي لازم تنحي تحكي معاه تحكيوا نوع من بعد كي تجي تشوفوا تخرجوا مع بعضكم تلقاه نوع اخر كيفاه بالتجربة انت تحكي بالتجربة ولا اي يعني جسمه حسب ما شفت حبوا نعرفوا حسب ما شفت صحاب حسب ما مريت انت يعني حاجتي اني لا انت تاخذ الاكزومبل نتاع صحابك كيفاه ما برشا بنات معناها تعرفوا يخرجوا كذا مو نجم اي واحد يكذب معناها من غير ما تبدا مش كيما اون فاس كيما بالفيسبوك معناها تبدا اون فاس كي تفيق بيه من اي ريكسيون يعملها من اي حاجه فهمت مش كيما هو يتمك تشوفيه معناه ينجم يحكي اي حكايه وانت تصدقها حتى ينجم يكون معاك اون فاس انه يحكي لك اي حكايه تصدقها زاده بون تنجم على انت والطفل كيما قلت لك انت قلت لي بور معناها تاخو ولا كونت تاخو وحده تعرف على فيسبوك بور وكونتر سا دي بون تي والعبد انت تنجم تعرف شنو هو الفيسبوك هي باش تكون الكونتاكت الاول فهمتني هي قالت لك ينجم يكذب اون فاس ما ينجمش يكذب وفي الفيسبوك ينجم يكذب في الفيسبوك ينجم يكذب والبر ينجم يكذب اي سا دي بونت يا العبد وقت باش تعرفوا بعضكم من كل وقت باش نجم تعرف الحقيقه فهمتك فهمتني شنو في البريود اخرى وقت كثر برشا معناتها استعمال نتاع الفيسبوك سيرتو في تونس فما برشا عباد ولا تغطي به معناتها كيما نقولوا ديزيام بيرسوناليتي نتاعو تبدا عنده حاجه يولي يستعمل في الفيسبوك فاسون واحده اخرى معناتها باش يفرض بها روحه فهمتك اي اي ما نحبوا نعرفوا انت صارت لك تجربه ساعه ولا احكي لنا برشا تجارب خاطر مريم عنده برشا كونتنت معناها برشا تجارب اي فما حاجه يعني سيريوز صارت ولا ولكن نجم تكون فما ديراسيون معناتها نجم يقعدوا بعد نجم تصير مشاكل فما نجم انت في ظرف شهر في ظرف شهرين في ظرف شهور فما شكون نجم انت تقعد تعرف حتى بالعوام فما نجم تقعد حتى مش ريلاسيون تاع مور تقعد اون اميتي معناتها فهمتني ما طورتش علاقتك معناتها بالشخص الاخر بعد الفيسبوك ما طورتش نجم هي تبدا من دور معناتها نظره نتاع عجيب من بعد تقعد وصحاب تقبل اي انفيتاسيون تجيك سو فيسبوك بالنسبه لي ولا حد واضح معناها طفلة سواء حتى تصويرتها مش حتى تصويرتها مهم انت تجيب انفيتاسيون تشوف الاسم قطوسة بانا فتونة بعد صافي تشوف تصويرتها ولا ايمان ايمان عندي سؤال متصرف تفضل ايش عندك من طفلة في الفيسبوك نتاعك قد ما عندك من ولد خلاص البنت وشوية أولاد براتيك ما أولاد كل نعرفهم أنت أصحابي ولا أنت الخدمة ولا ها؟ البنت على بعض دي كاتيجوري فهم اللي قالوا في الليز دمي وكذا وعمل اللي حكيت معه اللي شفت فهم اللي عندي صحاب فهم اللي فهم أنكور تحسها حشيمة في نفس الوقت أول مرة ثاني مرة ما تحبش تعطيك الحقيقة من الأول ليه؟ حتى أخونا أيمن أيمن معناها هذاك أكيد لا علاقة أكيد حشيمة دونك أنا بدي
للكوبل نتاعنا عندنا شيماء وايمن مع بعضهم نحكي أبغى أصحابك إنك تعرف من كل اللي شيء ما شيء ما أبعثنا أنت إيش نوع لك؟ أنا شو من هيك تهجم يتوفى أولاد أولاد ما بعرف ليش ليه طفلة وطفلة ده ما بعرف حتى ليش ما بعرف نرمال ما جست لي نعرفهم أنا ما تعرفهم إيه ولا أنا قلت لك معناها ولد تشوف تصويرته كان به بوجس كما قلت لك بعد ما خرج حمام وسنان كذا يبوزيشوني هيك أول شيء نسيت مش مشي بعدين حتى هو نفسي قبل لما تولي حتى توزلين الشيئين أكد لك حتى تولي نشان لكم من جديد مستمعين الكرام في حصتنا لليوم من تيها لوف كالعادة نستناوه في تليفوناتكم على 53 599 233 أيضا احنا في انتظار مساجاتكم اللي قاعدة توصلنا على الباج اوفيسيال نتاعنا على الفيسبوك تيها لوف ديجا قاعدة توصل هي المساجات قاعدة توصل معنا المساجات نقراكم بعد شوية المساجات خلينا ناخذ شوية يتغشوا منا يا شاكر انتي كربي هجر هجر وسلتي اللي قالت لك تبكر عليك يا شاكر هذه دار فيها ضحك لو فيك ما هي ميرسي هاجر لكن نحب نقولها راني ليلى ما تقول ما عندك ما تقول ما زلت ما تقتش لما حالي شكري يهديك ربي كيف كيف ليلى سعدية تسمع فينا توا من المانيا قالت لك جاوبتنا قالت اني ما نقبل حتى انفيتاسيون ديجا الحمد لله يا ربي بعثت مره واحده والحمد لله جات من اعز معرفتي باهي اللي سترى بي جربت مره بعد انفيتاسيون جات من اعز معرفتها باهي اللي مثالش تنعطيكم بعد كنت اي من اللي طلبت وخبت عمل لك انفيتاسيون باهي نتعديو للسؤال الداخل مواصلين في مارياج فيسبوك وحكيت لي جون مع الفيسبوك ونبداو بشيماء رجعنا لك يا شيماء من غير شيماء مرحبا وبيك اكثر يا لالا باهي انك كي تجيك انفيتاسيون اول حاجه تعملها تشوف تصاورو تقرا لي زانفورماسيون نتاعو شنو تعمل ولا تمشي ديريكت تشوف لي سيتياسيون امور نتاعو كي ديري نشوف لي كوردون نتاعو اول حاجه وبعد لي توف و سيتياسيون امورز مش كل واحد نقبلو ولا شنو بعثنا انفيتاسيون يعني شنو نكون معاه اون سيتياسيون Amoureuse. Voilà. Mais quand même, tu parles malcolm. C'est juste. Les femmes des amis, tu parles par exemple. Et Nicolas, malcolm, c'est célibataire. Mais regarde, est-ce que célibataire ou là? Je t'inquiète, je vais quand même tag. Je compte avoir une invitation. Pas seul. Je compte avoir une invitation. Ça va pas être. Mais j'ai un, mais un compte, mané. لا نبعث ما قلت لك سيدي بول كونت معناتها كونت تاع الخدمة نبعث به ما يقلقنيش فهمتني للكل للكل عندك بيبليسيتي ديجا عندي كونت بيرسونيل نبعث به لجماعة مثلا يبداو نعرفهم ومش اون كونتاكت طفلة هكا تعجبني فهمتني حاجة هكاكا حاجة تقرب والفامي دابا كان لي فامي تعرفهم هكا ولا هكا تاع فامي بتاع كان تاع فامي نحب نعرف لاموغ بوني ما عندوش كونت عندك تعمل لها كونت وحدة هيك هي بيدها لا 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 بس ما هي وتحكي معها كان هي لا مال ومين بالعكس في اي كونت تحكي معها معناتها من كونت البرنسيبال اللي هو من البرنسيبال تشوف خاطر البرنسيبال اصحابك البرنسيبال الفاميلي عندي كونت برنسيبال والاخرين متفرعين كنت يعملهم ديك الايام تقابلت معها اول حاجه تركز فيها مشيتو لبستو برفانتو شو لبستو برفان زينو هيكا سيرتو اذا ما عنده هيكا شعر ما قالت لك اكيد هو يكون بوغوس سيرتو بوغوس او لا لا هاي بوغوس بوغوس هات لي سمعوا فينا الكل تنجموا تحطوا لي فيها نتاعكم منتصر حتى اللي نوافق الراي يبقى شويه ومش مش باش تظفر الشيء شنو اللي على العكاك اسمه ولا دار لي نجم خاطر ولا عنده فيلا ولا قلت بوغوس انا في زوج برشا معناها بقصات وضيق يجيبوا ربي معناها اي جوست بقص هكا لا ما وينوما مطفوف ما نقدروش جماعة تاوي على بقصات قولوا انسحب ما كهو شكل انت ما عندك فسوق مذوق توارك في بالك ولا يا تمشي تولي بقص بقص يلوح يتراوح يتراوح كهو مش تفرشي معناها مش تعيش تحت الصبغات
يعني مش نقعد هيك يبان ما حشيش علاش واحد من الولاد ايمن تعرفت عليها ومشيت باش تقابل شني اول حاجه تركز فيها معناها بالطبع باش توصل بالطبع باش توصل المنظر ها سي ديجا انت شفتو انت المنظر في الفيسبوك ليه فما فرق كبير توا فوتوشوب وفما الكوريدور شي يخوف يا معلم وزيد هذاك هذاك فما ديفيرنس كبيرة ترى شيء ديفيرنس كبيرة ترى حاجة برا لا علاقة فهمتني نجم ديفيرنس كبيرة برشا معناتها نجم تقول يعني شو تركز انت أكثر حاجة شو حاجة اللي انت تنتيغي لاتونشن بتاعك في الطفلة تعرفت عليها على فيسبوك بيان سيغ مش تقابل أول مرة بتبع المظهر بتاعها زينة فهمتني من بعد وقتها نحكي أهم حاجة الزين أهم حاجة الزين عندي نبدأ بالزين ومن بعد نحكي هذا نجم تكون مزينة ومن بعد تكون لها علاقة معناتها في شو معناتها؟ لها علاقة في تكون مزينة في الكاركتير بتاعها يكون خايب زيادة معناتها يولي ما عملنا شيء استدفم ويحلى الكلام